معلومة طقسية، أول صوم الآباء الرسل، طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ويؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا بالإضافة إلى ألحان صوم الآباء الرسل. القراءات تقرأ فصول اليوم، الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة صوم الآباء الرسل. التوزيع المزمور 150 بالطريقة السنوي، والمدائح بطريقة صوم الآباء الرسل. ختام الصلوات اسمه إنيائير انت ادفيه، بارك أهوية السماء. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 20 من شهر بشنس المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية، استشهد الجنود الستة الذين رافقوا الأمير إقلاديوس الشهيد من أنطاكيا إلى مصر، حينما أرسله الملك دقلديانوس ليعذب، وهم ديوسقوروس وديوناسيوس وبيفامون وكاراس وبافاديوس وأمونيوس. وأثناء الرحلة حدثهم الأمير إقلاديوس عن السيد المسيح فآمنوا به، ولما وصلوا إلى الوالي أريانوس أعلنوا إيمانهم، فاندهش الوالي جدا ثم أمر بقطع رؤوسهم. أما القديس إقلاديوس فكان يشجعهم حتى نالوا أكاليل الشهادة، بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 73 للشهداء 357 ميلادية، تنيح الأب القديس الأنبا أمونيوس المتوحد بجبل تونة، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، فم الصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكمة، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته ألين. يا الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مارلوقا البشير بركاته على جميعنا، وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحيا أن أستعطي، قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة
يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صقك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كري قمح. فقال له: خذ صقك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعلا، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأت منكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ والمجد لله دائما. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة تحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بأول يوم في صيام الرسل اللي هو موافق 20 بشنس 1734 28 مايو 2018. وصوم الرسل من الأصوام اللي وصى عليها نفسه السيد المسيح، عشان في ناس كتير جدا يعني الصوم ده بالنسبة لهم ما بيبقاش ياخد نفس الطابع الأهمية. تلاميذ يوحنا لما جم سألوا السيد المسيح له المجد: ليه تلاميذك ما يصوموش؟ في متى 9 قال لهم: حينما يرفع العريس حينئذ يصومون. في كتير جدا ناس تتساءل ليه صيام الرسل معاده مش ثابت وليه لا، هو معاده مش ثابت لانه مرتبط بعيد القيامه. فكل ما جه عيد القيامه بدري، كل ما احتفلنا بالخمسين يوم بدري، كل ما بعدنا على نهايه صوم الرسل اللي هو 5 ابيب عيد استشهاد الرسولين العظيمان بطرس وبولس. اذا النهايه واحده لكن البدايه بتختلف، عشان كده الصوم بيتراوح احيانا من 15 يوم ده اقل نسبه الكنيسه بتصومها، وبين 49 يوم لأقصى مدة بتصومها. السنة دي بنعمة المسيح هنصوم 45 يوم بس يعني. فالكنيسة مدام قالت نصوم لازم كلنا نصوم، لأن احنا تعلمنا كده في لتروجيات الكنيسة إن احنا باستمرار بنصوم كلنا مع بعض، لأن زي ما احنا بنسمع في اسمة الصوم الكبير إن الصوم والصلاة بيعملوا حاجات كتير جدا. هم اللي خلصوا دانيال من جب الأسود، هم اللي عملوا بيهم الرسل والأنبياء، هو اللي عمل بيهم موسى. فإذا ما دام الكنيسة قالت لنا نصوم نمشي كلنا في ليتروجية واحدة عشان ناخد بركة صوم الرسل. قرايات يوم 20 بشنس اللي موافق أول صيام الرسل يعلمنا إنجيل عشية قبلها المزمور يقول: توبة لمن اخترته يا رب وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. توبة يعني يا بخت يا لسعادة الإنسان يا رب اللي أنت اخترته عشان يسكن في ديارك إلى الأبد. وبعد كده إنجيل متى 24 يدعونا باستمرار يقول كده: من فضلكم اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. وعلموا هذا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيت ينهب. لذلك كونوا أيضا مستعدين، دعوة للسهر الروحي. كثيرين يسهروا سهر مش روح،
لكن هنا الدعوة بإنجيل متى يقول لنا من فضلكم اسهروا سهر روح، ابذل قصارى جهدك وانت بالليل. عشان كده الآباء يعلمونا كده، لما تقلق بالليل كلم ربنا، اقعد معاه 5 دقايق، قم بدري الصبح وقعد اتكلم مع ربنا. في الخمسين كنا بنعمل كده، لأن الخمسين بتعودنا نصحى بدري باستمرار زي ما المجدلية راحت للقبر. في الصوم أنا بالليل بدي ربنا نص ساعة، أقعد كده أقول لرب أنا محتاج أسهر معاك، أتكلم معاك، أحب فيك شوية يا رب. إنجيل متى علمنا القصة الجميلة دي، فيقول فمن يا ترى العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حين؟ طوبى لذلك العبد الذي تجاه سيده يجده يفعل هكذا، الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أعماله. فإنجيل متى دعوة كبيرة قوي كده، من فضلكم اسهروا، بس مش السهر قدام التلفزيونات وقدام النت ونجيب سيرة الناس، أبدا سهر من نوع تاني، زي ما كان أنبا بشوي كده بيربط نفسه عشان يتلاقى مع ربنا ويقعد يتكلم معاه باستمرار. إنجيل باكر بيعلمنا في إنجيل مرقس بيقول كده، انظروا برضو نفس القصة، اسهروا وصلوا، حطينا حتة الصلاة مع السهر، من فضلكم وانت سهران صلي باستمرار، ارفع قلبك لربنا لأنكم تعرفون متى يكون الوقت. كما إنسانا مسافر ترك بيته أعطى عبيد السلطان وكل واحد عمله، أوسى البواب أن يسهر اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت. عشان كده الخمس عذارى الجاهلات والخمس عذارى الحاكمات، اللي الزيت اللي كان معاهم هو اللي نفعهم. ياما الناس بتسهر لكن بتنام، بتسهر لكن مش سهر روحي، لكن أنا عايز أكون سهران ويقظ كمان مستني أستقبل العريس. يبقى إذن إنجيل عشية وإنجيل باكر بيعلمنا درس كويس قوي، نسهر ونصلي مع بعض. يجي بيعلمنا بولس الرسول يكلمنا في رسالته لأهل كورنثوس الأولى صح 3، يدينا حتة جميلة قوي. الناس هناك في كورنثوس كان عندهم مشكلة كبيرة قوي. إيه المشكلة؟ إنه إذا قال واحد أنا البولس وآخر أنا الأبولس، أفلستم بشريين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ خلوا بالكم إحنا ما عندناش انقسام في الخدمة، محدش يقول أنا تبع فلان والتاني يقول أنا تبع فلان. ليه؟ لأن يقول كده لأن إحنا شركاء عاملين مع الله. يا بختنا لو حطينا الجملة دي قدام عينينا، الإنسان اللي بيخدم في حقل ربنا بيبقى شريك لربنا. يا للفخر ده، الواحد لو اشتغل مع راجل أعمال مشهور أو بيبقى فرحان، ده إحنا شركاء عاملين لله. تاني حاجة يقول أنتوا فلاحة الله، تغرس وتسقي، أبولس غرس وبولس سقى، لكن مين اللي كان بينمي؟ مين اللي عليه الدور الفعال في نمو البذرة؟ هو ربنا نفسه. ومرة تانية يقول أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، فمن ينجس هيكل الله يفسده الله. ياما ناس كتير جدا ما بتحطش الآية دي قدام عينيهم. إحنا هياكل الله يعني ربنا طبعا ربنا ساكن جواك وروح القدس جواك، على قد ما تقدر احفظ هذا الهيكل عشان يليق بي ربنا. فليصر جاهنا لكي يصير حكيما. والآخر خالص يقول إن كان البولس أو أبولس أو صفا أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعها هي لكم وأنتم للمسيح. قديس يوحنا الذهبي الفم يقول جملة جميلة قوي، يقول لا أعرف شيئا أضعف من نفسيتي. أنا أضعف، أنا ضعيف جدا، زي ما كان أبا أنطونيوس يقول للشياطين كده، أنا أضعف من أصغر واحد فيكم، ولا شيئا أقوى من نعمة ربنا. فالإنسان اللي بترمي على نعمة ربنا إنسان باستمرار بيخدم خدمة صح. يبقى إذن البولس بيعلمنا إن إحنا نعتمد على ربنا في خدمتنا اعتماد كلي. أنا يا رب ما إلا آلة أنت بتستخدمني. كسيليكون من رسالة معلمنا بطرس بيتكلم على نصيحة جميلة جدا ينصحها للشباب، فيقول لهم إيه؟ أنتم أيها الشبان من فضلكم اخضعوا للشيوخ. محتاجين إحنا الآية دي اليومين دول صدقوني، إن الشاب يبقى له شيخ أب اعتراف، يبقى له حد كبير يخضع له، ياخد منه المشورة، ياخدش المشورة من أي حد. يبقى إذن إدانا حاجة جميلة جدا إحنا نخضع للشيوخ، كونوا جميعا متصربلين بالتواضع. الإنسان المتضع هو الإنسان اللي بيوصل باستمرار، إن الله يقاوم المستكبرين وبعضهم بيعطيهم نعمة. من فضلكم خليك تمتاز بالإنسان المتواضع. يحكوا مرة عن قصة بسيطة كده، يقولوا إن الصوابع الصابع ده وقف كده قال أنا أدخل واحد فيكم، أنا في زاوية وأنتوا كلكم في زاوية تانية، ده قال أنا اللي بأمر وبنهي، ده قال أنا أطول واحد فيكم، ده قال أنا بحط خاتم ارتباط، أصغر واحد بقى ده قال لهم أنا اللي مستحملكم أنتوا الأربعة. يا بختك لأنك أنت تمتاز بالاتضاع، والاتضاع ده هو اللي بيرعب الشياطين. آخر الكاسيليكون معلمنا بطرس يقول كده، بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت له، بيشجع وتملي بيشكر كل من له تعب معه في الخدمة. يا ريت نتعلم برضو نهاية الكاسيليكون اللي بيتقال في كل قداس، من فضلكم
لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما الذي يصنع رضا الله فيثبت إلى الأبد. البراكسيس بينقلنا الحاجة جميلة جدا لسفر الأعمال، وإحنا في صيام الرسل زي ما قلنا في المقدمة يا ريت نركز على سفر أعمال الرسل. معلمنا بولس الرسول زار بيوت كتير جدا من خلال سفر الأعمال، الواحد لو ياخدها كده يرتبها وياخدها زي تدريب له طول صيام الرسل. من ضمن البيوت اللي زارها معلمنا بولس الرسول بيت جميل جدا، يقول له سلم على الكنيسة اللي ببيتك. بيت مين؟ بيت بريسكيلا وأكيلا. كثيرين ساعات يتلخبطوا من الراجل ومن الست، لأن ساعات يقولوا بريسكيلا وأكيلا وساعات يقولوا أكيلا وبريسكيلا. أكيلا طبعا الراجل، وبريسكيلا كانت إنسان حكيمة جدا، فهما الاتنين كانوا بيكملوا بعض. عملوا إيه بريسكيلا وأكيلا؟ احتضنوا معلمنا بولس الرسول وهو مطارد من المجمع ومن اليهود، خدوه عندهم في البيت، قعد عندهم تقريبا سنة ونص. ولأن هما كانوا بيشتغلوا في الخيام، صناعة الخيام، وبولس الرسول كان بيتكلم بكان آخر بلوف في الخيام وقال كده هاتان اليدان خدمتهم، إن إحنا يعني بشتغل بإيدي باستمرار، فكان بيشتغل في الخيام، كان الإبرة ممكن تعمل خرم في إيده. فعلمنا درس كويس جدا، لقوا واحد بيبشر بمعمودية يوحنا لغاية دلوقتي اسمه أبولوس، راحوا جايبينه قالوا لا، معمودية يوحنا دي كانت للتوبة، لكن دلوقتي إحنا بنعمد بالروح القدس اللي هو اتغير وإحنا تعلمناها مع بعض. كده وصلنا إلى آخر حاجة، إنجيل القداس. إنجيل القداس قبلها المزمور والفم الصديق يطلو الحكمة، الإنسان الكويس تملي بيدي حكمة كتير، ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه لا تعرق الخطوات. ووصلنا بقى للوقا 16، مثل وكيل الظلم. هذا المثل عليه لغط كتير قوي، هذا المثل عليه لغط كتير جدا. ليه؟ لأن في شوية تساؤلات عايزين نجاوب عليها، والكنيسة تقرأ كتير جدا في قداساتها. في إنجيل لوقا يقول لنا إيه بقى؟ قال أيضا لتلاميذه: كان إنسانا غني له وكيل. له وكيل، كانوا زمان الناس الأغنياء له راجل عمال كده يسجل له زي الكمبيالات، وعنده وصولات ومعاه ختم وعامل شغل كده، فوشى به إليه يأتي ويبذل أمواله. فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ اعطي حسابه وكالتك. حتى دي بترعبني أنا عن نفسي، يعني لما ربنا يقول لنا اعطي حسابه وكالتك هيبقى ردنا ايه؟ عملت ايه فترة وجودك على الارض؟ لانك لا تكون وكيلا بعد. كلنا وكلاء على وزنات كتير جدا في حياتنا. راجع نفسك من فضلك، وانا اقولكم انت وكيل على صحتك وعلى وقتك وعلى خدمتك وعلى بيتك وعلى كل ما يختص ليك، انت وكيل. هل انت امين في وكالتك دي؟ عايزة اجابة. قال سيدي: سيأخذ مني الوكالة ولست استطيع ان انقب، يعني مش اشتغل في الفلاحة واستحن، اعمل ايه؟ راح جايب الناس المديونين عند سيده وقال له كده: كم عليك؟ فقال له: 100 بس زيت. فقال له: خذ صكك واجلس واكتب 50. والتاني قال له: كم عليك؟ قال له: 100 كر كم؟ قال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم. الناس بيركزوا الحته دي، هو انا مزور في الاوراق الرسميه؟ لا، ده حرام، الوكيل ده حرام. لكن اتصرف بحكمه ازاي؟ قعد مع نفسه فكر شويه يعمل ايه عشان الناس دي تستقبله في المظال بعد كده. لما انا سيدي يطردني اروح عند ده اتغدى واروح عند ده اتعشى. المدح هنا للتصرف وليس للفعل، عشان ناس كتير جدا بيبقوا يقول لك ايه ده، يعني ما هو زور والانجيل مدحه. لا، فالاخر يقول لكم، يقول لنا بقى ايه؟ يبقى احنا اول حاجه نتصرف بحكمه، يبقى عندنا نظره مستقبليه. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، الحته الثانيه المهمه في هذا الانجيل. مال الظلم الاباء قالوا عليه ايه؟ كل فلوس في ايدك هي مال ظلم، مش انت جايبها بظلم. لأن المال أحياناً بنظلم بيه ناس كتير قوي، واحد ممكن واحد غني وواحد فقير، واحد عنده صحة وواحد فيه، هو نفسه بيعمل مشكلة كبيرة قوي. فمن فضلك اصنع بالمال ده أصدقاء في السماء. يا ترى في كم واحد في السماء هيستقبلك؟ كم واحد غلبان أنت جبت دواء لكم واحد؟ طبطبت على كم واحد؟ جبت ساعدت كم واحد؟ الموضوع عايز وقفة يا جماعة. اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلوكم في المظال الأبدية. القديس يوحنا الذهبي الفم قال مقولة يا ريت نحفظها، يقول كده: الفقراء هم ثروة الأغنياء. القديس يوحنا الذهبي الفم قال الفقراء هم ثروة الأغنياء. من فضلك كن أمين في القليل عشان ربنا يقيمك على الكثير، يقول لك ادخل إلى فرح سيدك. جملة جميلة. أمين في القليل إيه؟ في صحتك، في مالك، في الفلوس اللي معاك على الأرض، كل حاجة قدام عينيك خليك أمين فيها. الأمانة حاجة جميلة جدا جدا جدا. يحكوا عن واحد مرة كان عايز يعين وزير، فيعمل إيه؟ جاب بذور وغلى البذور دي وزعها على الناس وقال لهم بعد كده بعد أسبوعين ثلاثة هاتوا لي نتيجة البذور دي. فالناس معظمهم
غير البذور، قال لك ده مش هتطلع حاجه. فراحوا مغيرين البذور وكل واحد طالع جايب معاه الزهوريه بتاعته حاجه، ما عدا واحد فقط لا غير ما غيرش البذور وداخل كده منكسر. قال له البذور حضرتك اللي انت اديتها لي انا ما قدرتش العب فيها لامانتي. قال له انت المطلوب وعينه بعد كده وكيل له. فاصنعوا لكم اصدقاء بمال الظن. والاخر يقول كده ان الناس اللي هم ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور. كتير من ولاد العالم بيتفننوا ازاي يكسبوا فلوس، ازاي يسهروا، ازاي يعملوا حاجه. احنا عايزين نتعلم منهم الجديه دي. ما احنا بيدي ربنا وقت قد ايه؟ شوف الناس بتدي الموبايل وقت قد ايه؟ ابناء وشوف الواحد عشان يوصل لمنصب بيعمل ايه؟ انا عشان اوصل للسماء اقول له يا رب علمني اكون امين في القليل هنا عشان اسمع هذا الخبر الحلو. كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير اللي هي السماء. ادخل الى فرح سيدك. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبارك حياتكم ويمتعكم بصيام الرسل. يبقى صيام مبارك على الكنيسه كلها ولالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.